الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى المؤمنين وحزبه أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. طيب، فنحن هنا الآن على كلام يعني جاء فيه جدال، وجدت يعني أول ما أعرف هذا الكلام، لكن جاءني رسالات تستفهم عن طريق الخاص وفي أماكن أخرى، وجاءت كذلك في التعليقات لكن بطريقة أخرى، يعني الاستفسار لا بأس، ما في مشكلة، يقال هكذا فأفدنا أو نريد رأيك في هذا الموضوع كويس، لكن في ناس يعني خلاص هذا هو الصح ونحن قرأنا كذا وهم يقولون هذا الدليل وهذا الدليل وهذا الدليل، أنت يعني إيش عندك؟ فالمهم ما لنا شأن، هذا الإنسان اللي عنده فكر ويريد يبثه هنا نحن نقول له مع السلامة، نعمل له بلوك في التعليقات، مفتوح له هذا ذل لله، تفضل ادخل أي وقت، مؤمن كافر يهودي نصراني مسلم غير مسلم مجوسي، مفتوح، والله اللي يأتي بالناس، وإذا أتى بهم ولم يرضوا يبعدهم الله، ليس يبعدهم الله عن الآخرة والجنة إلا في موقعنا هذا، لا، يبعدهم الله إلى غيره، وهكذا تتكرر عليهم الأمور، يدلهم الله، يفتح لهم البيبان، إذا لا يقبل متعصب لفئة فيبقى هكذا، يبقى يكرر الله عليه، يعطيه الفرصة إلى الموت، بعد الموت يقال شوف وريناك الحق، بعثنا لك غرابا، لا تحب الغربان، إيش نسوي لك؟ الحق جبناه أتينا به إليك عن طريق غراب تقبل، عن طريق كلب تقبل، غراب بعثه الله، بعثه يعني أرسله ليريه كيف يوارس، محتار في حاجة، قال والله تفضل، فاللي محتار في الحق كذلك يبعث له ما شاء من خلقه، مو على مزاجه يبغى تفصيل القالب الشيخ ذاك، عجائب في الزمن هذا، يريدون الله على مزاجهم، حتى في الدعاء نسأل الله، يعني كأننا نقول يا أبونا أعطينا، يأتي لص يضحك عليك، أعطيني 500 يا طفل، هات هذا الريال فيه يعني 500 دولار ورقة، يقول أعطيك 10 بدل هذه الورقة، يقول طيب تفضل يخرج، فهكذا يا رب أريد 10 أريد 10 أريد 10، وهي 10 أعلى شيء في العالم أريدها، لازم هي، يبعث له 500 1000 مليار إلا 10، طيب خذ 10 هذه، إلا هي لا قضيت حاجاتي ولا شيء، وعندي أشياء كثيرة، الحكيم أرسل لك الذي يصلح لك. هذه مقدمة كمان، فلذلك نحن كلامنا هنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هذه الشبهة الذي منتشرة، أنا ما أدري عنها والله إلا لما جاءتني يمكن كذا رسالة من طريق هنا ومن طريق هنا ومن طريق هنا، فعرفت أنه في حاجة يعني غريبة، ولا أريد يعني دحين الآن تنتشر، لا، إذا انتشرت واحد ظل هو مسؤول عن نفسه، لأنه بعثت معها أرسل يعني قلت معها الحق الذي أراه الحق، ثم بعد ذلك ذهبت ثم يوم القيامة نرى من الذي عنده الحق، لا تقول هذا قال لي وكنت لا أعرف، كما حصل معي ما أعرف شيء اسمه دش أصلا، الدش هذا اللي يستقبل القنوات، كنا في زمن أول ما انتشرت ذهبت للجمعة أصلي، فخطيب الجمعة قال الآن انتشرت الدش الذي يأتي بالأخبار من العالم وهكذا، أنا على نياتي لا أدري ماذا يأتي به الدش من أشياء سيئة أو حسنة، لا أعرف هذا الشيء، فقلت والله كويس، ذهبت إلى محل ستلايت هذا قلت له أريد دش لأني أريد أن أفهم ماذا في العالم، هذا نيتي، أنا ما أدري ماذا في خلف هذه الأشياء، هو لم يقل، فالمهم أخذته وجئت قلت أنا عندي حب استطلاع حتى لو قال لي فيه منكرات أشوف ماذا في العالم، يعني حددوني وخوفوني الناس ورعبوني من موضوع، فلما ذهبت إليه وجدت فيه حق كثير وخير كثير وشر فيه،
لكن عندي فلتر الحمد لله، علاقة مع الله كويسة، أسأله يا ربي هذا والله احترت فيه أحط في الدرج ولا فهمني. فالمهم ذهبت اشتريت والله شفت أشياء مني كويسة وقربتها، قلت خلاص نركز على الشيء الفلاني، ركزنا انبسطنا نحن وأهل بيتنا وتنورنا. سكين، خذ سكين اقتل بها ولا قطع الفواكه واللحمة حتى تستطيع تأكلها، بدل ما هي لحمة ضخمة هكذا نقسمها صغيرة ونصير نأكلها، نقطع بها البصل نقطع بها شيء، وإلا نقتل بها وسيلة. المؤمن إن استفتي قلبك، هذه خاصة للمؤمن، لا يسأل واحد ثاني بعيد يقول استفتيت قلبي فقال اشرب الخمر، استفتيت قلبي فقال اذهب للدعارة. قلبي يحبها، ليس قلبك، هذه نفسك تحبها. فالمؤمن يعرف ماذا النفس وماذا، ونحن هنا في فيديوهات كثير عن هذا، لا أحد يسأل، يفتش أول ثم يسأل. فيا أحبابنا في الله، الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إن رسول الله كما بعث الناس لقومهم كذلك رسولنا بعث لقومه، وننتظر رسول ثاني، أو نقول قال رسول، شوف كيف الرجوع، يقولون قال رسول الله أنه يجي المهدي، المهدي هو يجيب شريعة يجيب كذا يجيب كذا. طيب أنت تستشهد بقال رسول الله، يعني تستشهد بكلامه، أعظم كلام اللي جاء عن طريق رسول الله هو القرآن. شوف ماذا قال الرسول، ماذا قال الله في القرآن عن 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 الرسل كلهم وعن الرسول اللي جاي في المستقبل، لازم يذكر، لازم يذكر. إذا في رسول جاي لابد يذكر في كتاب الرسول ذلك، لابد يذكر، هذا شيء نظام واحد اسمه إن الدين عند الله الإسلام، مو الدين عند الله اليهودية أو النصرانية أو الإسلام دين محمد، لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومحمد خلاص سمي دين الإسلام ليس الاسم. فطيب ننظر لكتاب هذا الرسول، هل ذكر الرسل؟ وننظر لكتب الرسل التي قبله، الذي يستطيع ما يستطيع ينظر للذين ينظرون. موجود شيخ هندي اسمه ذاكر، والشيخ ديدات كذلك الذي توفي الله يرحمه، وشيخ الآن جديد يمكن أذكر اسمه أو أنتم تعرفون معروف. فهذا ذكر ماذا ذكر؟ ذكر هو هندي، ذكر في كتب السيك وكتب كتاب بوذا الأصلي الموجود عندهم وهو يعرفه منهم، ماذا ذكر؟ ذكر أن في كتب الذين يعبدون الآن البقر والنار في كتبهم مذكور هذا، أنه في محمد الرقم، رقم الآية ما أدري يسمونه عندهم ماذا، الرقم الآية ونطقها قال كذا كذا كذا، يخفونه أهل الهند علماؤهم الأحبار والرهبان في كل ملة حتى في الإسلام، فأخفوا هذا الكلام وجعلهم يعبدون البقر أو يعبدون النار أو يعبدون ما شاءوا من عباد الله، لكن في الكتب الحقيقية الأصلية مذكور أنه في محمد جاي. الآن نذكر بعض هذه الأشياء اللي ذكرت في القرآن. هذا التوراة والإنجيل، هذا عدد الأعظم المعروفة الآن. يا أهل الكتاب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما هذا يتكلم عن أهل الكتاب الموجودين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تحديث أبديت، هو واحد نظام الإسلام بس هذا آخر أبديت، يعفو عن كثير ويسمح بكثير ويبين كثير.
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من أهل من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب. نور محمد نور وكتاب. في الأول قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا هو النور. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. هذا إيش معناته الرسول؟ الرسل. الآن تجي آيات أكثر. ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب منير. المهم في النت هم يذكرون أدلة على أنه في رسل بعد، في رسول جاي، وأنه رسولنا لقوم، أدلة من القرآن. طيب هذا كتابه هو، إذن خذ الأدلة كلها. أحبار، هذولا كمان أحبار يخفون ويظهرون لك يقولون الرسول لقومي ويخفون الحقيقة، ولكن الكتاب واحد وضمن وجوده محفوظا إلى قيام الساعة، حتى لا يجي واحد يقول هذا كتاب قومه وقد تحرف. ما في تقدر تقول تحرف. آية ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، نفس النص في الآية السابقة إلى أن وبعدها يبين لكم على فترة من الرسل، فترة من عيسى عليه السلام إلى الآن إلى زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فترة من الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. ما ندري يا الله. وقال في آية أخرى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، تحديد، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وضوح ما في بعده، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، مكتوب عندهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه ونصروه واتبعوا الذي النور الذي أنزل معه كتاب الله أولئك هم المفلحون وغيرهم هم الخاسرون، سواء من المسلمين أو اليهود أو النصارى أو البوذيين، علماء هم الذين فعلوا هذا، أحبار ورهبان. امسك الكتاب الأصلي، أي كتاب أصلي نفسه لا يختلفون، مصدقا لما بين يدي، يعني تحديث يأتي هذاك النظام أهلا وسهلا به، ولكن في ثغرات في كذا في كذا. الأصلح لك أيها الإنسان من الآن إلى أن يأتي رسول، وإذا أنت أخ الرسول خلاص من الآن إلى قيام الساعة هذا الأصلح، ما في غيره، هذا الأحدث آخر تحديث. شيء عجب، يعني تجي تستشهد بآيات على أنه في رسول ورسول رسول أرسل لقومه، معناته أنت مصدق بالقرآن؟ يخفون بعض، يخفون، هم يخفون ولكن ما يقدروا يخفون على الجميع. أنت لأنك مغمض عن القرآن ألغيته على جنب وتقول إيش تقول أنت؟ قال الله قال كذا، هو صادق، الله قال كذا، صادق في قوله، ولكن في شيء أخفاه. أول كانوا يخفون كيف؟ إن الكتاب نفسه الأصلي ليس منتشر بين الناس، ما كان في طباعة مثل الآن، ما كان منتشر بين الناس، بس بين أشخاص معينين، ويقول طلاسم خذ الحقيقة مني. القرآن ليس طلاسم، القرآن والحديث ليس طلاسم، أنزل لك. هذا عنوان فيديو واضح، آية واحدة تكفي، الذي يريد الحقيقة تكفي آية واحدة، لا تزيد.
لكن الذي يعني يبغى يطول على نفسه عقله يقول لا في آية ثانية. طيب خلي الآية الثانية، امسك هذه خلاص، قول خلاص لو جات آية ثانية ما لي شغل فيها. إلى قومه، إلى قومه، هنا قال إلى الناس، خلاص إلى الناس، ويمسك الدرب، يمسك الطريق. أنت بينك وبين الموت كم؟ قول باقي 100 رايحة، بعدين تلقى الله تشوف غلط. هم قالوا لا ينفع كلمة هم في الإسلام، الدين القرآن موجود، لا ينفع كلمة هم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية، مو أحد ثاني، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كيف أنت يا المسلم؟ ربنا قال أنتم اتبعوا الرسول النبي الأمي الموجود عندكم في كتبكم، ما في طريق آخر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وليس تفسيرهما، انتبه كلام بالنص، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرون بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عن الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هم فعلوه، بعدين موضوع آخر. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني الذي قعد على كتابه، مو كتابه هو، لو كتابه كان قري قدام محمد، لكن مو كتابه، تفسير كتابه. هذول قال عنهم المفلحون أولئك هم غير المفلحين، خاسرين. والمسلم إذا تابع هذا الكلام خاسر، باين عندك في القرآن. يا أهل الكتاب اتبعوه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني إيش؟ مو يا أيها الناس الموجودين في ذلك الوقت، جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله. منهم أيها الناس جميعا، آمنوا بالله ورسوله النبي. ربنا دحين الآن يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا واتبعوا لعلكم تهتدون. وآية أخرى، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم، ما قال المرسلين، خاتم النبيين، لأن الرسول لا، الرسول نبي، ما يمكن رسول بدون نبوة. كيف يقول أنا رسول كذا طخ وما في اتصال؟ نبوة هي وسيلة الاتصال مع الله. كل نبي نبي، وكل رسول لازم نبي. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد اسمه كذا، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا
ويبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل إنجيل آخر كتاب قبل القرآن. هو والمؤمنين موجودين في الكتب، هو والمؤمنين اللي معاه مؤمن العرب مؤمنين به. يا رب فهمنا كيف بعد هذا يستشهد لك بالقرآن، يقول له تعال هات القرآن في آيات ثانية تقول كذا. في آيات فيه إنما المؤمنون الذين آمنوا، يعني حصر لك المؤمنين منهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في شك الآن يشككون، وهذا دليل على الحق، دليل على الحق يظهر والباطل يغضب فيرسل الشبه ويرسل الأخبار ويرسل ويرسل ويرسل، ولكنه زاهق. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل، هم يعرفون هذا الكلام لذلك يكيدون المسلم يبعدونه عن الرسول محمد وعن الله فيأخذ من العبادات ما شاء. وتقول بلسانك محمد رسول الله محمد رسول الله، ما ينفع، لازم تفهم من هو محمد بالنسبة لك. انظر لمحمد كما يراه الله، وانظر لنفسك كما يراك الله، مكرم مفضل يراك الله، مو حقير محتاج لكل حاجة في الدنيا غني عنها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، هي صح هذا أبديت، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يجيكم رسول من بعدي، يعني أنا ألغوني جايكم رسول، أمسكوا وراء زي ما أنا أديت، قلت موسى صح تصديقا لما بين يديه، ولكن أنا أبدي تمشي وراي. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إيش هو سحر مبين؟ البينات. جاء يحيي الموتى ويفعل، قال هذا السحر وانت رسول ولا شيء. بعضهم فقال الله تعالى قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، ذكر رسول، الرسول ذكر، الرسول نفسه هو ذكر. أقول لك الرسول لا يذكر، بس خليك مع الله والله والله والله، أنت كيف عرفت الله إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورسول وإذا ما عظمته من أنت معظمه؟ رسول أرسل لك، كم نعظم يسمونه إيش؟ إيش يسمونه؟ سفير، سفير أمريكا جاء عندك، أمريكا بعيد، تقول أنا أحب أمريكا ولا أحبك، أنا أحب أمريكا رقم واحد وأنت اثنين، هذا يعني قلة أدب مع السفير، قلة أدب. تحب أمريكا حبه، ولكن لا تقول له، قل له أنت حبيبي على رأسي، لن تصل أمريكا إلا به، هو يديك التأشيرة. فهمنا الحمد لله، اللي ما فهم قائمة كاملة عن محمد، اعرف نبيك محمد رسول الله. إذا ما احترمت السفير ما تحترم دولته، قل له بليز وقع لي، أنا أبغى توقيع، بدون توقيعك أنا ما أمشي،
اليهودي بدون توقيعه ما يمشي، النصراني بدون توقيعه ما يمشي، المسلم بدون توقيعه واحترامه ما يمشي. تبغى الله؟ قال لك هاي روح لله، روح دور له، لازم فيزا من هنا. احترمني أكثر أنا والله يرضى إذا احترمت أكثر، إن هذا من احترام الله. وإنت في نفسك إنه هذا سفير، ممكن أمريكا تقول له مع السلامة، تحط واحد ثاني، لكن ما دام هو موجود خلاص. وإذا قال لك هذا معاكم للأبد احترامه رقم واحد، يبعدون عنه لأجل الأنوار. ما في أنوار بالعبادات، أنوار ضئيلة، شمعة 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 شمعة، وفي الآخرة. لكن في الدنيا نصر وتمكين وتأييد هم هذا الذي يرعبهم، لا يكون إلا برقم واحد من أركان الإسلام الخمسة. رقم واحد تشهد وليس تقول لا إله لا إله، لا معبود لا معظم لا محبوب، هذا معنى إله، ليس بس حركات، لا معبود معظم محبوب إلا الله، يعني الأسباب مو معبودة. ليش مو معبودة؟ لأني لا أعظمها. ولكن المسلم الآن بدونها كيف أعيش؟ عظمه ولا ما عظمه؟ لا إله ليس إلا الله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه لا إله إلا الله، هي هذه اثنين، كفر وإيمان، كفر بغير الله وإيمان بالله، هذه معتم عليها مسألة الكفر بغير الله، معتم عليها محمد رسول الله، خلاص هذه رسالته، اعمل بها، هو مات انتهى انتهى، هو مات من الجسد، لكن له مهمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تدري ما معنى رحمة للعالمين؟ للجبل، للبهائم، للكواكب هذه اللي في السماء، رحمة لها، الله ربها وهو رحمة، رحمة لها. بدون الرحمة لا يمكن أن تكون موجودة تتحرك وتدور وفي فلكها. كيف توجد مع الله؟ لك الرحمة، ارجع للقائمة. قد أنزل الله، أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله، ليس شريكا، يقول لكم هناك، لكن معناته ما تحبوا الله. ربنا قال للوالدين، يعني الرسول لازم تسويه أكثر من كذا. قال لك ماذا تفعل مع الوالدين؟ واخفض لهما جناح الذل، لكن ايش؟ مو العبودية، ذل من الرحمة. هذا والدين جابك للدنيا وبعدين تركك، كيف محمد؟ ماذا تفعل؟ ماذا أعطاك أبوك؟ طعاما وشرابا ودراسة وتعليم ينفعك للفترة هذه فقط. محمد أعلى منه ولا أقل؟ ينفعك لحياة أبدية، هو الذي جاء من الله. ربنا تفضل، قال لك تفضل، هذا رحمة للعالمين. وقال لك باب الإيمان مغلق إلا به حبا وتعظيما، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وأهله. هذا كله دنيوي، يعني ذايب بعد الموت، ما بتحصله، ما بتحصله من باب انه هل ينفعك، هل يكون معك، هل يؤيدك. انت فقير، ولدك صار جامعي ومر ملياردير، صار عنده ملياردير، كل سنة ياخذ له مليار من تجارته، ينفعك، لكن بعد الموت ما في، العملة مختلفة، عملة هناك حسنات وقرب من الله وحب، موجود هذه العملة عندك، خلاص نجحت.
قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وقال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله إلى آخره. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين منهم الطيور. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قرأناه لكم مرة موجود في النت الشيخ جوجل، قال: ما من شيء أو مخلوق بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله، إلا عاصي مو طايع، عاصي الإنس والجن، الباقي كل المخلوقات منهم الإنس والجن الصالحين كله يعرف. يعني الطير يعرف؟ أيوه يعرف. الحمار يعرف. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلاص، في رسول بيجي، المهدي رسول، المهدي عبد من عباد الله، أنت المهدي وأنا المهدي وهذا المهدي، كلنا المهديين إذا مشينا على الدرب صح وارتقينا إلى الله. مهدي، نعم مهدي. يعني الشيطان هو مضل وأنت منت مهدي، أنت مهدي. وآيات كثير تقول: إن هو إلا ذكر للعالمين. لنقل إنه ذكر، إن هو إلا ذكر للعالمين. القرآن، القرآن كتاب من؟ رسالة من؟ محمد للعالمين. يعني ليس للناس إلى القيام الساعة كما يقال، للعالمين، الكواكب والنجوم والأشجار. القرآن لهم، محمد لهم، أيوة لهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن خلق الإنسان، صح؟ غلط. الرحمن علم القرآن. علم القرآن لمن؟ خليها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. قبل لا يخلق الإنسان علمه لمن؟ موجود، شخص موجود قبل خلق الإنسان، أو خلق موجود قبل خلق الإنسان. نحن عندنا حاجتين فقط لا غير: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وإذا تكتبها جنب بعض تقول: لا إله إلا الله، الله محمد، وراها على طول، ومعناته عبادة، لا مو معبود، مخلوق لكنه عظيم، عظمه ربه. أنت مخلوق، لكن لو اختارك الحاكم في بلدك وجعلك وزير اختلف وضعك شيء ثاني. لست كهيئتكم، معناته في هيئة ثانية. أنت كنت مثلا حارس في عمارة، الآن يعني وزير، هيئتك غير هيئتك الأول، هيئة مختلفة الآن، لك سلطة، لك قدرة، لك كذلك الله يعني.
ملك من الملائكة يعني إنسان، مو إنسان، ملك مخلوق عادي، لكن قال أنت ملك الملك الموت، يموت ملايين في نفس الدقيقة، أعطاه إمكانيات. كذلك الحاكم أعطى إمكانيات لهذا، توقيعه يمشي وعنده صلاحيات يفعل أشياء، وضعه في مهمة، إذن يعطيه إمكانيات المهمة. لا نقول شريك، ليس شريكا للملك، وزيرا عبدا خدام يؤدي من الملك الطلبات. أكفيني هذا الموضوع، أنت وزير الدفاع الطيران، أنت وزير المالية، أنت وزير التجارة، أنت وزير الزراعة. هو يقول أكفين، لكن ربنا كمان مهيمن على الرسل والملائكة، وأي عظيم هو مهيمن عليه، تحت السيطرة، ما يقدر ينفذ من تحت من غير ما يعني يتجاوز أي صلاحيات. نفس الثانية، هو بس روبوت يسيره الله، هو الذي يسيركم في البحر، في البر والبحر، هو مش انت على كيفك. طبعا لا حد يقول لي قدر وما قدر، لا، هو يسيرك، لكن لك خيار، انت الانسان بس، المخلوقات الاخرى لا، ما نتكلم عنها، نتكلم عن الناس، الجن كمان ما لنا شغل فيهم، لهم دينهم، نتكلم عن الانسان. لك خيار تحت خيار، لك مشيئة تحت مشيئة، مشيئة الله هي الأعلى. يعني الله شاء أنه الإنسان لا يمكن يتنفس أكسجين من الماء، ولا يستطيع يعيش في الماء بدون أن لازم في البر، هذه مشيئة. لا تستطيع تشاء أنك تعيش في وسط المحيط تحت بدون أجهزة كذا تتنفس وتعيش، تجي أولاد ما تقدر، لا تستطيع أن تطير كالطيور. مشيئتك لازم موجودة، لكنها تحت هيمنة خاصة. تشاء المرض أو تشاء، تشاء كيف، هناك عندك المشيئة. كيف أحد يشاء السوء؟ أي ربنا قال على الإنسان يدعو بالشر، يدعو بالشر دعاءه بالخير، زيه مهتم بالشر أنه يجي في حياته مثل ما دعاءه في الخير. كيف؟ شوف الفيديوهات الأخرى، هذا يبغى له فيديو الحال، لكن في فيديوهات موجود في القوائم، تجد القدر عن القدر عن. فنحن هنا كنا نريد نبحث في، نقرأ في آية، أيوه، معليش دقيقة على هذا الشايب شوية يعني لا يعرف للتكنولوجيا. ما هي راضية تجي يا جماعة، أنا أبغى عليكم أقرأ عليكم آيات كاملة كاملة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، شوف الترتيب، أنت بركز لا تخلي قراءة سريعة، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني بعدين الشمس والإنسان والقمر والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، إلى آخر الآيات، فاكهة والنخل، كل أشياء كثيرة، والجنة والنار، كل شيء. أول شيخ الرحمن علم القرآن، نيجي لهذه النقطة. بعدين قال خلق الإنسان، معناته القرآن هو كتاب من؟ كتاب محمد. إذن محمد قبل خلق الإنسان. تغرب، تستغرب، الرسول قال عن الأرواح، الأرواح خلقت قبل الأجساد بخمسمائة سنة. طبعا روح محمد هي الأعلى،
فهو الرسول، الرسل كمان، ما هو رسول لنفسه وللناس كافة، رسول للرسل. وكل رسول لازم يقول لمن آمنوا به يأتي واحد اسمه محمد، يتورثون هذا إذا جاء آمنوا به. حتى بوذا فهمنا الآن أنه رسول من 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 ناس من نفس المنطقة وعلماء وأسلموا وهداهم الله، فيفهمون الكتب حقت بلادهم، يقولون في الكتاب في الآية الثانية في السورة على طريقتهم، آية وسورة لها اسم ثاني، وموجود محمد في كتبنا نحن اللي كنا هندوس، في الهندوسية مذكور محمد، في التوراة محمد، في التوراة إبراهيم، إبراهيم قال يعني دعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر في هذه الأمة، الذين يعني هو جاء بهاجر إليهم في الأرض، قال يا رب اجعل الرسول منهم الذي أنت يعني تجعله في آخر الزمن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق عهد، الخالق جل وعلا يتكلم عن الصفوة، إن الله اصطفى آدم ونوحا، هذول اللي اصطفاهم الله، نقاهم اختارهم من بين المخلوقات كلها، هذول أفضل الخلق، أخذ عليهم العهد مثل ما أخذ علينا نحن العهد وهم معنا الآن، هذا عهد خاص سبيشال غير عالم الذر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني رسول الرسل، يأخذ رسول الأنبياء مع الرسل، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أنتم مضبوطة كتبكم، وهذا أبديت تحديث، مصدق لما معكم، لتؤمنن به، لا ميثاق وتأكيد، لتؤمنن به ونون التوكيد، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أخذت العهد خلاص اتفقنا، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آية مزلزلة لازم نفرح بها نحن ونفخر، يأتي لإنسان، إنسان بسيط علمه بسيط وكذا، ونحن عندنا كتاب، كتاب الله سهل، السهل الممتنع، يمشي مع كل طبقة من الطبقات، أنت دوبك مبتدئ يمشي معك، ترتفع في الإيمانيات أعلى بالله وتثق به وتكفر بغيره وتمشي، تقرأ القرآن تجد طبقات من العلم، علم القرآن، علمه لكل إنسان على قدر مستوى، تصل إلى أين؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك بهذا علمه، يستطيع يفعل أشياء وهو مؤمن بالكتاب، كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، تتطهر من غير الله، مو تتغسل كذا، تتطهر من غير الله، إذا تطهرت من غير الله يفتح لك الله الكنوز الموجودة لديك أصلا. علم القرآن لمن موجود في الأرواح قبل خلق الإنسان، القرآن موجود في أرواح الإنس والجن والملائكة والجبال والسماوات والأرض والكواكب، كلها فيها نفوس، نفس فلكية ونفس جمادية ونفس نباتية، نفوس هي اللي تحرك هذا، أنت تشوف شجرة لكن هناك نفس، أنت تشوف جسم هناك له روح، وهذه الأشياء المادية لها أنفس، حيوان له نفس، تعال الحيوان أقتله أول ضعه في الميزان 72.5 وزنه 72.5 كيلو، نقتله ونزنه مرة أخرى نجده 72.5 كيلو، ما الذي كان يحركه؟ نفسه، مات يعني الجسد
وانفصلت عنه فالجسد بقي. نحن متنا فصل الجسد عن القائد المحرك وهو أنت الأبدي. الجسد ليس أبدي. لا تقل أنا فلان، فلان سينتهي، دكتور سينتهي، المريض سينتهي، الصحيح سينتهي، العضلات سينتهي، الملك سينتهي، كله ينتهي ويبقى يبقى هو الأبدي. يظن أنه هو هذا، ليس أنت هذا، ليس هذا. أظن أنني هذا، هذا قلمي، أنا لست القلم. كذلك هذا جسدي، أنا لست الجسد. كلمة هذا جسم من؟ جاوبني أنت. تقول هذا جسمي. جسمك أنت من؟ هذا جسم لك، إذن أنت من؟ شغل 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 السؤال، شغل البحث، ستصل. لكن إذا ما تشغل هذه البحوث الوجودية، الأسئلة الوجودية، وتسأل أسئلة يعني فانية، ما هذا ما هذا ما هذا، وصرت عبقري فيزياء في كيمياء، كله فاني. فنحن ما شاء الله وصلنا إلى آخر الكلام، وخير الكلام ما كثر ودل، لأن في زمان لازم كثر، ما قل لا ينفع. نحن قناتنا مختلفة، نحن لا نتكلم كلام محاضرات للفهم الناس، معلش نختصرها ونقول بسرعة ونتكلم ونقول النقاط 1 2 3 4 5 6 7 10. يعني هذه المحاضرة أقول أكفر بالطاغوت وآمن بالله، 1 2 تؤمن برسول الله لأنه يعني هو رسول للعالمين كلهم، ليس رسول لأحد. خلصنا، قفل القناة 5 دقائق، قفل الفيديو أقل من 5 دقائق. ليست نقاط نرويها وبعد ذلك هو يأتي واحد يكتب ويقول هي هذه النقاط، خلاص أنا أفهم هذه النقاط. كل كلام أنت تفهمه وكل كتاب موجود في القرآن مغمى علينا، نحن نكشفه بس بعدين صار عندي ثقافة الحمد لله. يعني نجحت؟ لا ما نجحت. فهذه قناة من القلب للقلب، يعني من الأبدي للأبدي فقط. أما الذي ينظر للجسد هذا كيف هو، هذا مثلا دكتور ما شاء الله عنده يعني لباس عالي وجدا، وكمان ما شاء الله وضع النظارات، محترم وقادر ويتكلم، فنحن نقول وي كأنه يعني ملاك، كأنه يلا نكتب ونحن حقراء نسمع منه ونفهم ونسجل. هذا شغل المدارس، يصير عنده ثقافة. نحن شغلنا من الأرواح للأرواح، اللي ما هو مشغل روحه ينظر يقول ماذا نستفيد، ما هذا القمامة، ما هذا الشيء، ما هذا كذا، ما هذا كذا، ويولي. ليس عندي أنا، عند كل القنوات. لا تنظر لشكل الإنسان الذي يتكلم أو المرأة التي تتكلم، لا تنظر لأي شيء، خل المؤمن نبيه. أنا لما أجي أسمع من الناس يعني ما أنظر لأشكالهم، حقيقة ما وراء هذا، حقيقة ما عنده هذا. فربنا يمكن يتكلم محاضرة واحدة وعنده في 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 اليوتيوب 1000 محاضرة، أو في أنت بالمحاضرة ذي يجعلك الله تلتقط 1000 كلها. لما تستمع قلبيا تفهم إيش عنده وإيش ما عنده. ربنا قال في القرآن إيش؟ وعل أحاط بكل شيء. كويس، عندي نبتة. أحاط بكل شيء علما. هذه المرة صار عندي نبتات. أحاط بكل شيء علم. الله أحاط، مو أحاط يعني علم، الله بكل شيء عليم، خلاص انتهينا. هذه ثانية، هذا علشان يعلمك أنت. أحاط بكل شيء علم. هذه النبتة ما فائدتها؟ هل هي سامة؟ هل هي نافعة؟ وإذا خلطت مع شيء ثاني تنفع؟ كله مسجل. يجي واحد ثاني قالوا عالم نبات، عالم نبات لأن الله علمه.
فيجي يقول لا هذه النبتة لو وضعت مع شيء ثاني كذا كذا تضر، وكذا مع الشيء الفلاني تصير مرة ممتازة، وتصير بتصير كله الله أحاط بهن، بس تلتقط روحه ما فيها من علم، لأنه هو مهتم بهذا الشيء فتلتقط. واحد ثاني مهتم يريد الحقيقة، وجاء الناس إنسان عنده باطل 90% و10% حقيقة، نيته صافية الطالب، وذاك بدون نية بس يبغى يجمع جمهور وزعامة، الناس ما يريد حتى المال، عنده مال كثير ولكن يريد يعظم، عنده 90% غلط و10% صح، مبثوثة بين المحاضرات كلها، هو يلتقط العشرة من المحاضرات كلها بجلسة واحدة مع إنسان يستمع بقصد شيء طيب، فيستمع إليه بقلبه، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه تصلح القرآن وغير القرآن للمؤمن، للمؤمن فقط. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب، كلنا عندنا قلب، لا هذا قلب آخر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع من الداخل، مو هذا، وهو شهيد كمان، يكون حاضر كامل مو غايب وملقي السمع، ما ينفع. إن في ذلك لذكرى سوف نعطيه، نذكر ونفهم ونعطيه علوم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمؤمن يتعلم على طول، وغير المؤمن لا، أنا عندي علوم أخذتها من فلان وفلان، الآن نجلس نسمع مترصد، هذا خلاف الشيخ، هذا غلط، لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا لا. ليش؟ لأن الشيخ ما عرفه، هذا عرفه قال لازم هذاك يعرف، فحجب نفسه بنفسه. يجي يوم القيامة أنا خلف هذاك، لا أنت خلف نفسك، بس قلت خلاص يا هذاك تعال عندي هنا، أنت الفلتر بتاعي. هو يأتي يوم القيامة يجي الحج عليه، لا اسمع، وبعد ذلك تأخذ أنت افعل هذا مع القرآن، دع الخلق، افعل هذا مع كتاب الله، بس فقط 10 دقائق يوميا، انظر بعد 2-3 شهور، لا تزيد، الشيطان يجعلك تزيد، ليش؟ حتى بعدين تتعب تقول خلاص تعبت، لا تزيد. الشيطان يأتي للإنسان من بابين، باب باب الإفراط والتفريط، يعني لا ما نبغى هذا الشيء، فرط فيه، أو تفريط، مثلا سمعنا مثلا شيء مفيد يلا كثر 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 لين تتعب تقول خلاص بطلت، لا امشي بتوازن. المؤمن يطيع المؤمن، إذا قال له مؤمن ثاني شوف كذا كذا فقال طيب امشي على هذا بس، حتى إيش يعرف إنه هذا نصح له، يحب له الخير، يثق أن هذا يحب للخير مدام مؤمن، إذا عرف أنه مؤمن فيأخذ بكلامه لو جاءت وساوس وأفكار من قنوات ثانية شيء لا يسمع، ليش؟ خلاص هذا في خير أصبر. وفعلا الذي التزموا بالكورس مدة 1-2 شهور تغيرت حوالهم، صار عندهم معجزات، صار عندهم كرامات، التي يقال لها كرامات هذه من مثل الماء بالنسبة للمؤمن، يومي شيء عادي، لأنه ربه الله عظيم معاي يفعل المستحيل، ولكن لا يظهر لك الكرامات إلا بعدما تؤمن بالكرامات الموجودة، كرامات موجودة، هذه الأسباب، شغل، رزق من حيث لا تحتسب موجود، وكمان رزق من حيث تحتسب موجود، اذهب هناك يقينا بأن الله يرزق من حيث لا أحتسب وأحتسب، فتذهب تجد الشغل على طول يقول لك تعال، لا يعكس. الشفاء الشافي الله يجعله في هذه الشجرة أو يجعله عند طبيب كما شاء، أو يجعله برؤية شافي، ما له شغل، ما له حدود اللي فعله، أنت تجهل الله ثم أذهب للشفاء تأخذه فورا. إيش معنى تأخذه فورا؟ يعني ذهبت للشفاء ما أخذته فورا، أقول خلاص في حكمة في خير سأناله يوما ما،
ولا أهتم فيه، أجعله في ذيل القائمة، أنا أريد الله ورسوله. ما أقول أنا فعلت بالأسباب وفعلت بدون الأسباب وما حصل شيء، إذا نتركه، أنت الخسران، أنت المتروك، ابقى معه ولو صفق فيك لين 1000 مرة، مثل ما يفعل الناس مع الناس. يكون عند الملك لو كان سب وشتمه يوم من الأيام، اليوم الثاني يأتي للعمل. أنت في شركة وتضايق من شخص وكرهت العمل بسبب هذا الشخص، ثاني يوم تأتي السلام عليكم، أيضا تلقى أدب، الثالث يوم تلقى كل يوم الواحد جاي في البيت مال مرة كرهت هذا العمل. طيب اتركه، لا أذهب، خليك مع ربنا كده. لم أجد ما وعد الله، طيب أجلس مع الله. فين تروح؟ في إله ثاني تتركه؟ أجلس معه، عذب ما شئت وافعل ما شئت، أنا معك إلى الموت. هذه الدنيا طز، بعد الموت يهمني إن شاء الله وعودك محققة، وتشوف بعدين كيف يغير، لأنه في جوة 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 أنت من تداري عنه ها شيء هو داري عنه، مثل أبوك وأنت لما كنت طفل. أريد هذه النار، أريد هذا المال، أخذه يشقق ويلعب ولا يحرق فيه في النار، لعب طفل صغير. أنت شايف نفسك كبير، بس هو شايفك من جوا إيمانيا ليس. فلا تزكوا أنفسكم، أنا تهجد في الليل وتعبد وفعل صغير، هذا تهجدك هباء منثورا. علاقتك أهم موجودة، للناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، قالوا ربي كريم، والله دعوت وجاب دجلة وكنت رايح في مكان وقلت إن شاء الله ربنا ييسرها وييسرها وأنا مبسوط من ربي. كم سوالك أشياء ثانية، هو رب واحد مو ربين، رب واحد سوى شيء برضه، والله ربنا كريم، يمكن منع مني خير ولو متعلق مشد فيه، يمكن منع مني خير لخير، هو يعني هو حكيم أكثر مني، أنا ما أفهم، أنا غبي بالنسبة له، غبي ولو عبقري بالنسبة لربي. وطي راسك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كيف ربك المنعم عليك هو مو هم، هو جعل رحمتهم من عنده، قال لك مدام حصلت يعني خير مني عن طريق هذين اشكرهم. طيب حصلت خير من رسولك اشكرهم، يوميا صلي على الرسول حبا وتعظيما، تعظيم لما نجي عند الرسول تعظيمه يا ويلنا هذا شرك، لما نجي عند الوالدين قال اخضع لهم جناح من ذل، يعني عظمهم وقبل يديهم ورجلهم الجنة تحت أقدام الأمهات، نجي نقول ماذا؟ لا، نقدس صاحب الشغل مقدسة، لما نجي عند الرسول برمجة هذه في الداخل مخزنة من زمان متوارثة، ولا ما في شيء. هو محمد مخلوق خلقه الله ولكن أعز وأعطاه، والملك جبريل ولا معظم معظم لكن مخلوق. كل القرآن مكتوب الله ورسوله الله ورسوله، يجي يقول لنا قل الله ثم رسوله، ثم علقت واحدة هنا قالت الله بس، الله ورسوله ما متحملتها، جاء برمجة قالت الله فاصل خط كذا رسوله، لا نقول كذا، هذاك قال ثم، هذه قالت فاصل، بكرة ما أدري إيش يصير. الواو ليست للتساهل، رأيت الملك والملك وزوجته وابنه ووزير الدفاع والطيران وخادمه وكلبه، هل هذه تساوي؟ بس لما نجي عند محمد تساوي. قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لو ممنوع المدح والإطراء كان قال لا تطروني،
لكن لا تطروني كما تقولوا أنا إله، لا، قولوا عبد الله ورسوله، واجعل لنا في الصلاة، أخذناها عن طريقه هو محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ليس لكنهم عظموا الله، الله الله عظم، الله عظم، عظم ما عظم، ما في شيء. قلت إله محمد، قلت بدونه أنا هالك، هنا في شيء، لكن قلت الله حط ملك الموت، الله حط في الجنة خازن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، واحد خازن، واحد مسؤول يعطي هذا الجمع كله، عرض السماوات والأرض، ربنا عنده قدرات هائلة، قال خذ أمسك الله أكل هذول وشبعهم، ما تشتهي أنفسهم وديهم، يستطيع يحط مليون بعددنا، كل واحد عنده إيش تبغانا تجيب لك، وهذا كان عنده واحد يستطيع، لكن جعل واحد، يعني الله على كل شيء قدير، الله عظيم. أيضا أعطاك قدرات، أعطاك قدرات، من آمن بالله أعطاه قدرات، يرزقه من حيث لا تحتسب، هذا قدرات، يجعل له من أمره يسرى، هذه قدرات. واحد ثاني معاك يسر أمورك، هو معسر، هذا هذا هذه هبة من الله. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والعفريت كمان قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، هذه القدرات لأنهم آمنوا بالله. غمضة عين العرش موجود، اختراعات العالم كلها ما تسوي كذا. ما نقول ذحين يلا خذوا قدرات الله، آمن بالله للآخرة، الدنيا هذه حقرها، وتقول أبغى أصير أعرف اسم الله الأعظم وأعرف وأعرف، عندك في نفسك شيء، قل أنا أريد رضا الله، لا أريد شيئا في الدنيا. ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها، عن الآية، للذين لا يريدون علوا في الأرض، إني أعلو على أخوي ولا أقول شوفوني ولا، هذا اللي عنده علم الكتاب ما عنده هذه الأشياء، جالس في حاله ما حد داري عنه، حتى جالس مع الملك، مع الملأ الأعلى، قال أيكم، إذن هذا نبي طلب، ما في خفي نفسك، قال أنا، هذاك قال أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، قال أنا آتيك به قبل أن ارتد إليك طرفك، هنا ما في تفاخر، مسح النفس، بعدين قال له خذ، مثل ما في شروط للوزير، واحد ما عنده تعليم ولا ما عنده تعريف، تعال وزير، لا، لازم فاهم في الاقتصاد، وزير اقتصاد، فاهم في الطيران، وزير. كذلك مؤمن بالله خلاص واصل في هذه الأشياء، خذ الدنيا والآخرة، لئن سألني لا أعطينه ولا سعاد بي لا أعيدنه، وزيادة على هذا يجعل لهم كل ضيق مخرج، هذه هدايا بدون سؤال، إذا جيت في ضيق جاء زلزال، جت الطمأنينة والسكينة، رعب، خوف، يخاف من غير الله، أنت ما في غير الله، هذا متعلق بغير الله، متعلق، وهو في الدنيا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، ولا جالس في حضرات والذكر وهذه الأشياء، مو كلهم، ومعظم غير الله، لا إله إلا الله ناقصة، لا إله إلا الله كويس، مؤمن بالله، الله على كل شيء قدير، هذا غرور، مغتر بأنه موجود، الله عظيم، الله قدير، بس مو معه، ليس معه، مع من لا يعظم غيره، لا شيء. فلذلك إذا جاء حدث، ها، المؤمنون بالله ينظرون، يعني ما هذا، كأننا نلعب لعبة، ثم صار إيش، انفجار، ومات هذا ومات هذا وما أدري، صار ينفجار، يضحك، أوه كيف تعدي الانفجار، كيف تسوي كذا، يعني ماشي بهدوء، أما إذا صار انفجار سوى بيده كذا، يمكن ضغط زر صار منفجر هو.
ربنا وعد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في العناية غير المرئية. هو بنفس المؤمن مو شايفها بس مؤمن مؤمن مؤمن، لكن وقت الله الله، وقت المشكلة يجد انه الحمد لله مطمئن، ما في خوف. وصار حادث ما في خوف، مات ابنه حزن شوية بعدين ما في خلاص انتهى، ما في تعلق بغير الله مصغر. لكن في خوف من السحر، يأتيك السحر ربنا يتخلى عنك، يتخلى كذا، لأنك ما قلت لا إله إلا الله إلا باللسان، من الداخل لا إله إلا الله. واحد قال، واحد تحدى كذا قال بس حرك بكرة دعاء تفريق بينك وبين زوجتك أدمرك، ابتسم المؤمن يعرف إن الله هو هو الله على كل شيء قدير، مو هنا، هنا هنا الله على كل شيء قدير، وهنا غيره لا يقدر على شيء مع بعض. لكن إذا الله على كل شيء قدير وهذا كمان أخوف خفت منه، تخلى الله عنك. الله لا يريد شريك، هذا شرك، لا يريد شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ربنا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. عزيز الله اسمه، ليس يلا مشي الله، ما في مشي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا لا تشرك به قل رسول الله عظيم، عادي ليس شريك مخلوق. واحد ثاني يقول لك لا تقول هكذا، وكل الأشياء عنده عظيمة. هذه زوبعة توحيد مو حقيقة، حقيقة التوحيد في القلب ليس في الثقافة. أعرف العقائد، تعرف العقائد طيب، كيف تعظم غير الله، كيف تخاف من السحر، كيف تخاف من العين، العين تدخل القبر، صح العين تدخل القبر، ولكن الله مو في الذهن. طيب يا أحبابنا في الله، يعني كلامنا شبه مكرر، ولكن ضرورة العصر، ضرورة الآن، ضرورة هذا الوقت، في تشويش عالي عن الله ورسول الله. الدين مو مشكلة، موجود كتب الفقه، خذ خذ لك متن صغير، حنفي شافعي حنبلي ماذا بعد مالكي، مو مشكلة يعني، أو غيرهما في مذاهب أخرى مغطى، زيدي مو مشكلة، في الفقه صلاة زكاة صوم حج بيع شراء شيء الدنيا دي مي مشكلة. إنما الركن الأول أن تشهد، شهدت فزت، أن لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت إيمان بالله، شهدت أن محمدا رسول من الله. كيف تستقبل رسول الملك، رسول الوزير، رسول اللي تحبه ولا تحبها، أهلا أهلا أنت الدقيقة الورد، كيف تستقبل الرسول إليك من الله؟ كيف يكون هذا؟ يعني كلمة رسول موجودة، هذا في دخلنا دحين في مجال آخر وذهب الوقت. كلمة رسول الله شيء عظمة. الرسول أولا لازم يكون تابع، ليس من جنس المرسول إليه، ليس من جنسه. سفير أمريكا هو رسولها، جنسيته أمريكي، لغته كل شيء، دراسته تعليمه كله هناك، ليس منا ليس منا، ليس نقول له تعال أنت فلان، لا،
هو من هناك، نحن غرباء عليك، مثلنا سفير أمريكا مثلنا، لحم ودم ويتزوج ويغضب ويروح الأسواق يشتري قضي مقاضي وعنده جوال مثلك مثله، لكن مو في كل شيء كذا عشوائي. نبغى سفير لنا في دولة فلان، شوفوا واحد في الشارع ناخذ نرميه، لا، اصطفوه، تعال فكرك معانا 100% دارسين و 100% في الجامعة في كل مكان، افتحوا له الانتخابات ولا للرئيس يعين سفير في أمريكا، خلاص سفير في البلد الفلاني لأمريكا، اصطفوه واختاروه. إن الله اصطفى مو مثلك، في يعرف الاتصال بالله، ذكي في هذا الباب، علاقة في هذا الباب. رفع يديه فقال ربي هب لي ملكا، قال اخرج امس، لا ينبغي لأحد من بعدي، تفضل. أنا أتكلم عن هذه الأشياء الدنيوية لأن أحب الدنيا، وإلا هذاك نفس الشيء قال المرض كويس أيوب، المرض ما نفكر في مرض في الصحة، نبغى الله والآخر هذه الدنيا، خلي المرض يقعد من 100 سنة أعيش مو مشكلة، عنده كذا هذا هين مو متألم، إيش هذا المرض أبغى أروح هنا، أبغى. استقذروه الناس وأولاده هربوا منه من العفن المرضي وهو محب، لا يبالي بالجسد ولا يبالي بالحياة الدنيا كلها. وأيضا عيسى موسى عليه سليمان عليه السلام لا يبالي بالحياة الدنيا، ولم يدخل ذرة من هذا المال ولا ارتفاع وعلو، يستطيع بلمحة بصر يا رب هب لي ملكا، يا رب يجيب عرش بلقيس. يقولون ليس معقول هذا فعل لأنه أعلى من النبي، لا مو أعلى من النبي، خدام عند النبي من الخدم اللي اسمه الملأ، ملأ هو رئيس الملأ، يعرف ما فعله كله. فقال أيكم يأتيني بعرشه، يلا يا تفضلوا، راح يجيب لكم واحد منكم. فأنت عندك قدرات هائلة مبثوثة ومتاحة لك إلى قيام الساعة، ليست محجوزة بأشخاص معينين، والنبي حطه في قلبك رقم واحد، خلي رقم اثنين، رقم واحد الله، لكن بس المهم مو هذا، خلي رقم 50 محمد ورقم واحد الله إلين 50، ومن 50 51 56 فاضي إلين مليون، بعد مليون واحد أمك أبوك خالك زوجك دنياك، هذه اللي 100 سنة إحنا حاطين 100 سنة خلاص، ونتفلسف هل الرسول واحد درجة هنا ولا هنا ولا كيف قايل ولا فلسفة، مشغولين في كلام كلام كلام. الدين للأمي وللعجمي وللعربي وللكل، والقرآن كذلك لهم كلهم، والحديث لك ولهم. المضمون القرآن لا يبدل إلى قيام الساعة، تحدي جيب سورة جيب آية، الحديث مو مضمون، لكن أنت عندك مخ، هذا من عند رسول الله وهذا مثله من عند رسول الله، لا يعارضه أبدا، بس هذا حطه عندك القاعدة وخلاص، جاك حديث معارض ها اسأل، ولما تسأل استفتي قلبك، وإن أفتوك الناس وأفتوك، لأنهم يقولون الحديث في أحاديث تنسخ القرآن، إذا لم يقلها رسول الله إذا كانت معارضة، لم يقلها نهائي وانصح السند. هذه قواعد أساسية خليها في مخك، إن استغضب خليهم تغضب، قول الحق إيش يقولوا قول الحق ها غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك، مستحيل، خلي اللي يغضب يغضب يرضي يرضى، المهم حقيقة اجري وراها،
عند أي إنسان وأي قناة. حق حق. الله ابتعث الآن ناس، ابتعث غربانا ابتعث الآن موجودين في النت غربان لا يعتبر. انت أصغي وتعرف الحقيقة وتعرف انه هذا عنده حق ولا لا. باطل، الباطل واضح اسود، ما يعرفه الا المؤمن بالله والذي لا يؤمن بغير الله. هذا واحد. الثاني المؤمن برسول الله ولا يؤمن ببشري، بشري اخر ما يحط ثقته فيه، هذا معناه هذا طاغوت. يؤمن فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ياخذ الكلام الثاني، يسمع يسمع، والفلتر موجود ما دام مؤمن لا تخاف. لكن تقول ايوه رسول الله وهذا لا مثله، لا يا اخوي، حتى الانبياء ليسوا مثله، حتى الانبياء اخذ عليهم العهد وكتبهم موجود، اتبعوا محمد قولوا لاتباعكم يتبعوا محمد. بعدين جاءوا المفسرين، دس هذا واظهر هذا عند من؟ عند السيك وعند التوراة والإنجيل والقرآن والحديث. لسنا مبرئين. تأخذ مباشر ولا تأخذ غير مباشر على كيفك. عندك لا إله أضبطها كفر بالطاغوت، ومحمد أضبطه كفر بغيره، يبقى كفر بغيره حط مرتبته كذا. أهلا اسمك فهد السبيعي، اسمك الشيخ الجليل، اسمك اللي مدري ايش. يسمع ويتبع محمد فقط. انت مباشر، لا تقول هو متبع وانا وراه، لا. ما ادراك، هو قال لا تزكوا انفسكم، اللي انت عارف حياتك انت لا تزكي نفسك. كيف هذا من تعرف منه الا ما ظهر كذا إلا الكلام والثرثرة، أنا ولا غيري. لا تتبعني، يتبع قلبك صادق، وقراء القرآن بنية، وأقرب إليك من حبل الوريد خليك شغال معه. عصيت، أذنبت، أجرمت، جهلت شيئا، قل له فهمني يا ربي، أنا حاسس أنه هذا الرجل ولا هذه المرأة عندهم شيء صح كذا، حاس كذا ماني داري، فهمني بسيطة. تكلم يعني عادي بالجزائري بالمغربي بالتونسي بالمصري بالسوداني بالهندي بالصيني بالإنجليزي بالفرنسي بأي لغة، ما تخاف، أقرب إليك من حبل الوريد بلغتك العادية. لح في الحق، لح عليه. أسئلة الوجودية توجهها إلى الله، والله لا تخاف يأتيك الجواب منه. أنا أريد الهداية، أريد الحق. الدين الإسلامي ضلال والقرآن ضلال، فهمت من الناس سواد سواد. في ناس ما يعرف أصلا شيء اسمه دين، ما يعرف لا يهودية ولا نصرانية ولا توراة ولا إنجيل ولا قرآن، لكن أسئلة الوجودية. يا خالق هذا الكون دلني عليك، لما خلقت الكون ولما خلقتني؟ بس. لكن في القلب في شعلة انه هذا شيء مهم عندي، رقم واحد، خلي زوجتي اولادي هذول موجودين، لكن هذا هو الشعلة النارية المتجهة لهذا السؤال. والله يأتي اتاهم الجواب، لا نقول يأتيهم، اتاهم الجواب. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ناس سألوا هذه الأسئلة، سألوا ماذا أصلا. لما جاء الحق ظهر في كل شيء، حتى الجن جاءت، ماذا 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 موجود، ما إيش فيه، إيش فيه حصل فيه شيء، اهتدوا. استمع نفر من الجن فقالوا لنا سمعنا قرآن عجبا، لأنه فتح قلبه صار عجب يهدي إلى الرشد فآمن به. انت في غابة، كيف عاد المسلم اللي يعني عارف انه في قرآن وحديث، واحد يقول له هذه الجوهرة التي عندك حرامي اسمه ابليس،
بس داخل لك عن طريق واحد كذا مزبط نفسه الأخير وديكور خلفي وضبط. قال له إلا الرسول غلط، القرآن غلط، كتاب الله غلط. جوهر هذه في يدك أنت، يقول لك غلط أعطيني هي، خذ هذا، خذ هذا نشف به أنفك وجسمك. أوه صح مفيد، هاتي هات هذا ارميه لسه حياتك. صدق تستحق ما يصير لك في الدنيا والآخرة. اللص يسرق من الضعيف، لكن أنت قوي بالله أقرب منك. يا رب لما خلقتني أنا محتار. أيوة قول. الله يفرح بالناس اللي تسأل هذه الأسئلة، قليل لا يغرك، قليل اللي يسأل، كثير يسأل لماذا هذا تركني وذهب، لماذا هذا الشيء ذهب، علشان يقول لك في رب لك. لماذا هذا المرض لا يذهب؟ لا يذهب لأنك أنت ذهبت عن الله. لماذا دائما خسارة؟ ولا نذيقا ولا نذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. تيجي الشيخ قال يرجعون، يعني اترك النواهي. اي والله صح عندي غلط، ترك النواهي برضه ما في فايدة. اترك، امشي على الأوامر كثير، في الليل في النهار في الصدقات في طيب ما راحت. قال اصبر ولك الجنة، بعدين تلقى الجنة ما فيه. ايش فيه؟ فلان والفلانيين والعقيدة الفلانية انا معاهم وكذا. قالوا شوفهم فين هما، الا اللي كان معاهم كويس. ما نقول كل هذا، لا ما في كل، لا احد يتهمني. كل فئة جماعة الف، لا اريد ان اسمي جماعة رقم واحد، جماعة رقم اثنين، بلاش رقم، جماعة اي B C D E F G لين Z، وإلا جماعة ألف ب ت ث ج ح خ لين ياء، كلهم فيهم المقربين إلى الله لهم علاماتهم، وفيهم الفاسدين لا يدرون، بس إما يعط العمامة يحط العلم المعلومات في تخرج دكتوراة من السوربون، توقيع عاد شوف لك اسم ما أدري كيف قايل معطي دكتوراة في العقيدة وهو بعيد عن العقيدة. واحد ثاني كيف تعرف هذا من هذا من هذا؟ لا تميز بالاسم، A أحسن من Z، ولا جيم أحسن من قاف، ما في. كل جماعة فيها الخير والشر، كل جماعة على ظهر الأرض. أهل الحق مفرقين في الجماعات واللي بدون جماعات. حق اللي يريد الله موجود في كل جماعة وخارج الجماعة. لا تمييز، هذه فرقة ضالة، هذه مهتدية، ما تدري. ما في فرقة، فرقة نسميها نحن الفرقة الفلانية هي المهتدى، ما أدراك عند الله من هؤلاء، من سماها؟ مخلوق غير نبي. النبي ما سمى، سمى إسلام. إسلام دين الأنبياء من عهد آدم لين آخر شخص، هذا الإسلام. كيف تفرق؟ هذا عند الله. لا تزكوا أنفسكم، كيف تزكي غيرك؟ في أحبابنا في الله، طولنا وخرجنا الموضوع كثير وكبرت المسألة، فعلى كل حال اعتبرها يعني هذه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيديوهات. اسمع وقفل بعدين كمل، بعدين إذا مهتم أنت مهتم قفل وروح، مهتم ولكن مغتم سؤال الأقرب أكد معاه بس، وأبكي كما تبكي لأجل السيارة ولأجل فلان ولأجل البيت ولأجل الضيق من هذا وأشياء تافهة. أنت شو كبيرة ها؟ كما تبكي لهذه الأشياء ابكي.
له لأجله، لأجل مصيرك الأبدي. أبكي نزل الدمعتين، يأتيك الجواب. ليس عند الناس جوابك، تبحث تبحث يعطونك معلومات وبعدين طيب. لكن لما تبحث ليه ليس معلومات، لما تتجه إليه مع اتجاهك للناس لا يعطيك معلومات، يرفعك من وضعك اللي أنت فيه، لأنه على كل شيء قدير وعالم وفاهم. أنت تسأل عن حاجة لكن ناقصك حاجة أهم ما أنت منتبه لها. لذلك قال يعني إصرار، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله كم أصلي عليك من صلاة، يعني أنا أقف بين يدي الله وأطلب طلبات، كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها. شوف كيف بيعطي الصلاة ربع، ربع الوقت. يعني أجلس مثلا 12 دقيقة، ها 12 دقيقة بدعي الله، ربعها كم؟ ثلاث دقائق صلي على الرسول. مثال عشان نفهم، قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. يعني نقص من حاجاته وإلحاحه كثرة الدعاء، يمكن حاجة واحدة بس رضا الله، نقص خلاها 6 دقائق، أجعل لك نصفها يا رسول الله. 6 دقائق لك وبعدين لي أنا 6. قال له ما شئت على كيفك يعني. وإن زدت فهو خير لك. هذا شوف قلب لقلب أمام بعض، يعرف أنه ثقة. الرسول يقول وأنا أترك دعائي وأخليه عليه، قال له نصف وإن زدت. 6 دقائق. ما في هذا الشيء بيطول، هو حب موجود. فقال له إذن أجعل لك صلاتي كلها. 12 دقيقة متصلة. كيف لما يجلس الصحابي ساعة؟ ليس رفع اليد، نحن متعودين نرفع يد، أجعل لك مصات يعني دعاية كذا. فقال إذن تكفى همك، هم في القلب، أريد 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 أريد. 12 دقيقة جعلناها 3 دقائق، راحت صارت إيش 9 دقيقة، بعدين 6 دقيقة راحت كلها. يعني 12 دقيقة ولا الساعة ولا الساعتين اللي أجلس أنا أتوجه لله، أريد وأريد وأريد، أقفلها أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تكفى همك، يعني همك الذي في الداخل لم تقله، صليت علي وتركته في الداخل تكفى، وكمان يغفر لك ذنبك. يقول لك خلي الرسول ويجري وراء فلان، خايفين من هذا. تكون على علاقة من الله وعلى علاقة مع رسول الله، حب بس يخلوك تنظر لجسده مات. أيوة مات خلاص، كيف مات وأنت قريبك لما يموت تروح هناك تقول السلام عليكم أهل الديار. ديار أنت شايف إيش؟ تراب وحجارة. لا، عايشة مو عايشة في القبر بأجسادهم. أنت لازم تكون أبدي عشان تفهم هذه. لما تكون أبدي إيوه خلاص عارف أن الراح موجودة. مع وجودهم في البرزخ، مو هناك بعيد، في البرزخ الغيب، مع وجودهم فيه لهم تعلق بمن يصل إلى تلك الأجساد، يقترب هناك ويدعو. هذا للضعفاء. لكن أنت لو تكلمت من هنا قلت اللهم اغفر لأبي، كنت أنا في منطقة ما مثلا، بلد دعوة بعيد، عايشين أنا وأبوي وتوفى ودفناه في تلك البلد، ثم جاءت الأحوال بعد 10 سنين وانتقلت إلى بلد بعيد 10,000 كيلو بعيد. هذا بس للضعفاء. لكن بعدين اللهم اغفر لي أبي وارحم أبي، وبعدين تصدقت قلت اللهم اجعل ثوابها لأبي. بعدين أنا مثلا قرأت الفاتحة وجلست في جلسة ما شاء الله بركة، اللهم يا رب اجعل ثواب جلستي هنا وأنواره بركاتها تصل لأبي، هدية مني إليه. اسألوا أنتم على كيفكم واتبع من شئت، نحن هذا يقيننا، فتصل إليه ويتنور. اقرأوا
وابحثه في النت ولا غير النت، كتاب حادي الأرواح. لابن القيم، ها؟ اقرأ، اسمع، شوف قصص للموتى. كم إنسان يقرأ له، وبعدين واحد ثاني. نحن سمعنا في قصص الآن موجودة بعد حادي الأرواح بسنين في عصرنا هذا، سمعنا من الثقات يعني واللي لنا اتصال بهم على دائما يقولون هذا الكلام منتشر، بس ما تسمعه لأنك منت من أهله، لأنك منت مصدق به، فلذلك معزول. هؤلاء الذين عالم مادي وبس وثقافة عقلية بس، معزولين جدا لأنه في البعد المادي، ما انتقل للبعد الفسيح كأنه في رحم أمه. انتقل إلى الدنيا أفسح، انتقل للبعد الرباني تكون أعلى. فهؤلاء حتى الرؤى، رؤى رؤى في المنام ما فيه إلا لمن يعني عنده يعني تصديق بالروحانيات، هذا تأتي عنده. لذلك قلنا لكم الجماعات A C X Y Z، كل جماعة فيها الخير وفيها الشر، فيها المؤمنين فيها غير المؤمنين، قد يكون المؤمنين غير مشهورين ويعكس يأتي غير هذا، هم القادة، لكن تحت القادة موجود، والقادة موجود منهم كذا وكذا. ما حد يزكي أحد، يزكي فئة ويقول هم، لا، زكي فرقة مبثوثة بين الناس، جماعات غير جماعات ما تدري أسرار بين العبد وبين الله. في ناس لو أقسم على الله لا أبره، طالب عند واحد ضال ولكن عنده فلتر جوا، على طول يجي هذه المعلومات يحط 10%، خلي 90% يعني برا، مو يعني يقول هذا 90% كلامه بقى. لا، هو بس يلتقط الخير ويترك الشر، الثاني بجنبه يلتقط الشر والخير كله، يتعصب هذا إعجاب وحب له ضد شيء من 90% اللي ما هذا يدري عنه، ما عنده واحد ثاني يقول هذا لا يقول به شيخي، طز، فيبقى عنده 10% بس، 90% ما في. ويأتي يقول يلا أنا وراء الرسول لأن هذا صاحبي وراء الرسول، يقول له لا، مو وراء الرسول يا أخويا، إحنا جبنا لك غربان، جبنا لك، قلنا لك هذا، شوف جب لك آية وقرآن وأنت قلت تو رحت وراء هذا. حجة البالغة لله على خلقه ستظهر بعدين. فنحن طولنا فوق اللزوم وزودناها وخبصنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة، ولكن رغم هذا الذي يسرعون لن يصلوا للعمق، لن يصلوا، لا لا يصل، ما يصل، يصل تسترخي وتجلس 10 ساعات حتى لله، قل لله، لو من البداية قلت لله تجلس لو 10 ساعات في أي مكان، أنا لا أحب أقول على مكان، أي مكان أنت احتسب هذه جلسة لله أريدها وأرجو من الله الفائدة، وأذهب الواحد غير مسلم تلتقط روحك الأنوار بس لأنك استغثت بالله. لو ما في مثل الذين فعلوا استغاثوا بالله صدقا، يا إله الكون أنت خلقته لشيء وخلقتني لهدف، دلني، يبكي حرقة من الداخل، مو ألفاظ يرميها يقول أيوة أنا بسوي مثله، اللهم دلني يا ربي دلني، وبكرة راح نشغل بحاجات. المضطر الذي يجاب دعاؤه لا يفكر في الدنيا القصيرة ذي النهائي، هذا أولياء الله نتكلم، لكن المضطر الذي يحصل فجأة كذا برضه الله خلاه، معلش، هذا يكون في 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 موقف صحراء، غرزت السيارة مثلا وتعطلت ولا يوجد أحد ولا يوجد، ما في إشارة للجوال، ها، يستغيث قلبيا
ومع الاستغاثة في ثقة أنه خلاص الله خالق الكون، الله رب العالمين، إن شاء الله يأتيني. لأن في قصص كثير ناس استغاثوا ودعوا وماتوا من الظمأ والعطش. ليش؟ لأنه يقول يا الله، بعدين يجي مرافق لكلمة يا الله البرمجة الداخلية تطلع وقت المصيبة في الشدة، تجي البرمجة الشديدة ويأتي الثقافة العقلية. البرمجة في اللاوعي تطلع برا قوية جدا، متمكنة في متغلغلة في الجسم من أبد الآباد، من يوم ولدت لين الآن في هذا المكان في الصحراء تخرج البرمجة. كيف؟ ولكن كيف؟ يا مغيث، يا رب يا رب يا رب، ما في أحد ولا في إشارة تلفون ولا في أنت أغثني يا رب. ما يغاث، يموت. وحصل لناس كثير. ليش؟ لأن البرمجة تشوش هذا الاستغاثة، تشوشها. يا رب يجيب لي الشيء، ولكن كيف؟ مستحيل مستحيل، صعبة. كيف يا الله؟ من فين يجي الناس؟ طالع هنا طالع. هو يقول يا رب، بعدين ينظر هناك. يعني رب يرسل الناس، عنده مشوش موضوع ربه. لكن المؤمن يا رب واسترخي، ينام على الصحراء هذه واثق انه خلاص انا طلبت من الله وهو يهيئ ما شاء من عباده. ما في قلق، ما في اضطراب، طمأنينة انه حيحصل كل شيء. الايمان ملازمه التوكل والثقه والحب، لكن إيمان بدون توكل بدون ثقة بدون حب مع برمجة طالعة، لا ربنا خليك تموت، بعد ما تموت يقول لك خلاص نحن أعطناك الآن كم سنة. الغراب الأبقع والغراب الأصقع والغراب الذي مدري كيف أرسلناه لك، ماذا جرى؟ ها؟ هذا؟ أيوة هذه، أيوة هذه، الكلب الذي كان يفعل هكذا، أيوة من هناك فيه الحادث الفلاني في المكان الفلاني، انت لفت كذا وشفت حادث. هذا يعني انا احدثك، لا يوجد غيري. كيف تحدثني؟ بالاحوال. غرابا بعث في الارض، كذلك كل الله يحدثك موجود فيديو. الله يحدثك يوميا. مقصد الله ليس أن تأخذ تأكل وتشرب وتبحث عن ما يساعدك في الأكل والشرب والنكاح، هذا الحيوانات. أنت عندك هدف آخر، لذلك الله يرتب هذا الهدف رقم واحد، ضبطته خلاص. لا أدري ما الذي يجري. فلذلك في العالم ألوان تشويش على هذه الاثنين، لذلك أنا خدام لهذه الاثنين. مليت وطفشت بكيفكم، ما في إلا هذه الاثنين، بكرة هذه الاثنين، بعده هذه الاثنين، كل يوم لو أستطيع. يعني ما في إلا هي، من يريدها يجي لهذه القناة. وإذا ما في بحث في القديم كله هذه الاثنين، أتقنها. أنت عبد الله ورسوله، أنت عبد الله، أنت عبد الله. هذه تجي علينا علشان الناس المشوشين. أنت عبد الله. عبد الله يعني إيش؟ يعني خلاص صلتك بالله أي شيء من هناك. الموجودين ذول بيبرمجون يعجزون. أنت فتحت، يقولون فتحة تروح للعالم الماضي والمستقبل، أنت فتحت فتحة، أنت الأبدي مع ربك. هذا الجسد تابع، تابع لك. لو كنت مع ربك أبديا، أنت الأبدي مع ربك، هذا الجسد تابع، لا يرى الأمراض والمشاكل والبلاوي اللي تصير في العالم، السلبيات اللي تصير في العالم. يتدمر المكان، أنت ما يجيك شيء. وإن حصل حصل لجسدك، يموت. تعال، تعال فين؟ الحمد لله أهل الجنة بعد أن يدخلون الجنة خلاص، يقولون الملائكة ادخلوا
الحمد لله الذي أورثنا الأرض. إيش؟ قال الأرض ملكك، سيطر مو بالتجبر، أنت ما نعرف للتجبر. الأرض أورثنا، ورثك المال يعني خلاك أنت يا خلاك تصرف فيه حقك. أورثنا الأرض، تصرف. أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قوانين الأرض ذهبت، عيسى رفع إليه، رفع إليه، إليه يعني إيش؟ إدريس رفعناه مكانا عليا، يعني إيش مكان؟ فين المكان؟ رفعنا عنه قوانين الأرض، قوانين المادة. قوانين المادة ما في حي أبدي، خلاص أمام الناس يقولون ما ندري فين راح، مات، مات في جسده، هو فين؟ أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. افهم ما سبق من الفيديو أول، بعدين حط سؤال إذا حبيت. ما في جواب، تبغى الجواب شوف القوائم، فتش، موجود موجود، تعلم تفهم. ما عرفت شيء لا تقول فلان عنده علم أعلمني، لا قل الله. إذا قلت فلان هو ما يعلمك، حتى لو سمعت الكلام من فلان لن تفقه. الله ما يريدك تتجه لغيره، اتجه له أول بعدين روح لفلان، ما في فلان ثاني، ما في، حط في الدرج بعدين يفهمك. والله هذه الحلقة ما أدري إيش الكلام اللي الحلقة قبل الحلقة الفيديو المقطع هذا أريد أن أقفل، ولكن الظاهر في طلب كبير لشيء ما. فيقولون الناقة، ناقة يعني الأنثى من الجمال، الذي ما يعرف يعني، إذا بعد أن تلد إذا جاء الحوار، الحوار يعني ابنها أو بنتها إذا هي تذهب تلعب هناك وتقفز وهكذا، حتى الغزال حتى كل شيء، بس خلينا في الناقة الآن عشان إحنا عندنا ناقة كثير، بلدان الأخرى يمكن ما موجود. فابنها أو بنتها تتجول تلعب هنا وهناك، إذا اقتربت وتشوفون في الماعز هذا الشيء في الغنم، تأتي يعني للثدي تريد ترضع، لا يوجد شيء، يعني هو مو حليب على طول شغال شغال شغال، لا، إذا اقتربت درت، صارت الثدي هذا ينتفخ بالحليب، يمتلئ يزيد شوي شوي، وهي تشرب 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 وتذهب، تظن أنه موجود على طول يعني أي وقت تبغى، لا، أحيانا تأتي بعض الأغنام تأتي تفعل ما في شيء، فتضرب بفمها هات الحليب. فبعد ذلك شوي شوية هي تبدأ تحن على بنتها، تحن على هذا، منهم تشوف هناك جاية في حنان في أم. فبعدين يأتي الحليب هكذا يعني، نحن هكذا أنا هكذا. إذا واحد يعني عندنا طلب لشيء، المؤمنين إذا في طلب لأمر ما يهبهم الله عن طريق فلان عن طريق فلان عن طريق فلان عن طريق فلان. واتقوا الله ويعلمكم الله. احنا جبنا اثنين، سيدنا عيسى سيدنا والذي دخلوا الجنة كلهم كلهم كلهم، الحمد لله الذي أورثنا الجنة، بعدين في قيام الساعة بعدين في الجنة تدخلوا، هذا كمان موجود، أهله موجودين. أنت تؤمن بشيء ستجد، ولكن جاب لك في القرآن في محشر في يوم القيامة في الذين قالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض. افهم أهل الطبقات العليا كلامهم ها موجود في القرآن، لهم آيات
يمر عليها صاحب البعد المادي ويقرأها هكذا لا يلتفت لهذا الشيء من الله. لماذا بث هذا؟ من الله. صاحب الأسئلة هذا معناه من البعد المادي جاءنا نتأسف عدم الجواب. أكمل الكورس البعد الرباني ثم في ما تسأل، ما تسأل غير الله. هذا باب فتح مفتوح أصلا من أول بس ما حد مدرك الآن. يلا وقت السماح. كمل ساعتين ثالثة أربعة أنا جالس خلاص، كله يقول خلاص شبعنا شبعنا، در الحليب فحلبنا وشبعنا الآن نلعب. سامحوني ترى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.